اليوم السيد نبيل الفتحلة رئيس جمعية التحدي لمكافحة السرطان. أهلا وسهلا بك سي نبيل. أهلا وسهلا أختي عفاف ومرحبا بكل سادة المشاهدين والمستمعين. يعيشك، شكرا لك على حضورك معنا ونعتذر منك لأنه وخرنا اللقاء هذية أكثر من مرة. سي نبيل، اليوم الوضعية وهو الاتصال بك كان على أثر النقطة أثرناها احنا في علاقة بندرة وغياب دواء السرطان من الأسواق اللي في أحيان كثيرة ما نلقاوهش، فما حتى بيع في السوق السوداء اللي السرطان، وانت تزيد تقول لنا حاجه اخرى وانه فما مشكله كبيره في علاقه بالسيونس نتاع الشيميوثيرابي والراديوثيرابي. اعطيني الوضع اليوم نتاع مريض السرطان في تونس كيفاش؟ عاشك اختي عفاف، هو موضوع مهم وطويل برشا، مش نتاع باش واحد يحكي فيه. اي ما نلخصوه مثالش سي نبيل. عاشك، يعني مريض السرطان عفانا عفاكم الله إن شاء الله ربي يفرج عليهم. أمين يا رب. هو قاعد يعاني في معاناة كبيرة، معاناة كبيرة كبيرة، ماراثون كبير في العلاج نتاعو. معناها احنا من اللي يبدا معناها من الماموغرافي، يعني في نقولوا احنا في التقصي المبكر للسرطان الثدي، اللي يمشي للشيميو، يتعدى السنتيغرافي، يتعدى العلاج بالأشعة خاصة. أيوة. اللي هي معناها الراديوثيرابي. أيوة. اللي هو الراديوثيرابي معناها احنا أول حاجة عندنا 5 مستشفيات معناها في كامل تربة الجمهورية. معناها حنا مثلا نقولوا في الساحل، لان فما كان فرحة حشات في سويسرا. ايوه. معناها كيما المستير معناها اوبيتال يونيفرسيتير، وما عندناش معناها مستشفى، سامحني، مستشفى جامعي، وما عندناش معناها علاج بالاشعه. تونس عاصمه موجود في فلاح زايد، في فاقس، في قابس، في جندوبه، هذوما يعني في 5 ولايات من 24 ولايه. شنو نلقاو هنا؟ باش نلقاو يعني ضغط كبير برشا. أيوة. من معناها من تاع مرضى على السبيطارات هذوما. يعني شنو يجي المريض معناها الباسيون يتعدى يعطيوه من عام حتى 3 سنوات معناها الرانديفو نتاعو. الموعد باش يعمل الاشعه من عام حتى 3 سنوات، يا اخي مش فما تايمينغ بالضبط بعد ما يكمل الشيميو يلزمو يدخل يعمل الراديوثيرابي. المفروض يقول، يعني المفروض يقول الكيك معناها. هو كيف عمل طول، يعني نقولوا احنا اسبوعين القدام انه باش يعني يبدا في الحصص نتاعو، يعني هذا هو ودي باشا. هما لا، معناها خاطر فما عندهم ليست كامله نتاع الناس معناها اللي هي سابقه السيد هذاك. هو رقم نتاعو مثلا يجي رقم 700 او 800 شخص. يعني يجي 800 واحد، يقولوا له عندك رانديفو نتاعك في عام ونص. فهمت؟ هو يكون في المرحلة الثانية أو الثالثة من المرض نتاعو. ما يستجوبش أني باش يزيد يستنى، يعني مع الحالة النفسية نتاعو، مع المرض نتاعو. فهمت؟ إذا هو لاباس عليه معناها ماديا وكذا، يلتجأ باش يمشي للخاص الكلينيك. وإلا يعني إذا كان ما عندوش وكذا، والأغلبية نتاعهم ما عندهمش. هكا تشوف الشعب التونسي معناها معاناة كبيرة زادة، معناها الأمور الاجتماعية نتاعهم نتاعنا يعني ضعيفة برشا. يعني يقعد في السبيطار، يقعد يتسنى عام ونص وعامين. أني نعرف شكون معناها ديباسيون تعداو علينا أنهم توفاو، والرانديفو نتاعهم مازال يمشي، مازال يستناو. مازال ما خلطش الرانديفو، توافق قبل ما يخلط للموعد نتاعو. يعني احنا شنو معناها، يعني شنو لنا فما يعني هو غياب الدولة. غياب الدولة هذا جرينا عليه قداش من مرة، أنه نعمل علاج بالأشعة في المسير، في المهدية، في تونس نزيدوا يعني يعملوا في معناها سبيطار ولا زوز اخرين. فهمت؟ جندوبة عملها جديدة، هاو توا ماكينة طايحة اون بان معناها، حتى لي باسيون يعني يبعثوا فيهم يجيو لسوسة ويمشوا لتونس. فهمت علاش هي ماكينة جديدة وطيح في سابان؟ فاقس يعني معناها علاش يعني وحدة بركة معناها. لازم على الأقل حاجة من 24 ولاية يتوفروا كل 16 ولاية. علاش مش في كل ولايه؟ علاش مش في كل ولايه؟ معناها ما فهمتش هذيا. المفروض به احنا حبينا نوصلوا الرساله نتاعك، هذه هي الاساسيه كانت سي نبيل فتحلة. ولكن نخلي لك كلمه اليوم لشكون تحب توجهها مع شكرنا لكم انتم كجمعيه، لانه العمل الجمعياتي مهم برشا للاحاطه بالمرضى في الحالات هذوما. يعطيك اختي عفاف، معناها رقم، هو رقم رهيب. فهمت؟ راهو في كل عام يزيدوا بالالاف مرضى السرطان في تونس. ويعني شنو المخالفات نتاعها تنقلك من بعد ذلك. احنا تو نعطيك في عام 2023
قلنا كيفاش نخرجوا منه، زادوا 18770 حالة. 18770 حالة فيهم 12050 رجل و6820 امرأة. 6820 امرأة فيهم 4000 امرأة بسرطان الثدي يتضربوا كل عام، معناها نلقاو امرأة على كل 10 نساء تتضرب بسرطان الثدي، معناها في المعدل امرأة على كل 10 نساء كل عام. برشا المخلفات، المخلفات نتاعنا هاك تشوفها انت على عائله كامله، معناها امراكي تمام. فوالا فوالا راك تقول لك امراه على 10 معناها امراه رقم رهيب. نعم برشا. شنو نلقى المخلفات نتاعنا؟ هاك تشوف ان السوق نتاعنا يعني فما ارهاب غذائي قاعد يزوز لنا معناها من الحدود نتاعنا. الشوكولاته تطلع في الـ في, الـ في الشمس الـ يعني البسكوت بانواعه بس ما نسميش الانواع وكذا يعني هذا يطلع في السموسات يعني البحر نتاعنا زاد يعني تضرب ولا ملوث ثلوث كبير برشا، وهذه انا نقولها بصريح العباره انها جريمه باشراف الدوله. نوناتو اللي تكب طول في البحر معناها تلقى تلوث بيئي كبير وسوء تغذيه معناها من جميع النواحي. يعني باش يعطينا الامراض كل انواع الامراض. نعم معناها قداش منهم البدن وبرشا صغار معناها مضربين بسرطان في الدم معناها الله غالب والدينا نعطي فيه في المش وهم مش واعيين. واحد ديما نقولوا فيه المج هذيك كالعصير المعلب الى اخره وغيره معناها هاك تشوف في 5 سنوات يتضرب الصغير بسرطان في الدم. واضح. شكرا لك سي نبيل فتح الله رئيس جمعيه التحدي لمكافحه السرطان. ان شاء الله الرساله نتاعك توصل للسلطات. حاله مجريه الحقيقه الوضع الصحي في تونس. دخلنا 2023 ب 18770 حاله سرطان، رقم مفزع الحقيقه. وضعيه صعيبه وزيد يقول لك الوقت نتاع الانتظار بصراحه بين عام وثلاث سنين باش تعمل سيونس نتاع راديو ثيرابي يكون في معناها في المرحله الثانيه والمرحله الثالثه يوصل للرابعه فاسيلمون من غير ما يتحسن العضاد نتاعو بالضبط، من غير ما يوصل يعمل الحصص هذوما.